ماذا بينا نحاولوا نطوروا اكثر خاطر هذاك في الفافور تاع القطاع تاع الفلاحه في تونس. هذاك هو معناها لازم نحاولوا نواكبوا معناها التطورات الموجوده جديده. ما قعدوش ديما معناها فهمتني نخدموا بالتقليدي معناها فهمتني نحاولوا نطوروا اكثر فهمت. غلاء الواحد صراحه غلاء العلف وماذا بينا ما نحاولوا فهمتني نتجاوزوا الحاجات هذه خاطر هذه معناها من الحاجات اللي تخلي الواحد معناها يرخ شويه فهمتني. احنا ماذا بينا نعملوا حاجات تخلينا نزيدوا نحبوا اكثر من الحاجه ونحاول نطوروها اكثر وننجحوا فيها اكثر. وكاو تو مكثر الفلاح لهنا يمشوا ويقصوا من على الفلاح يعني يبيع له بقر ويقعد معناها يقول لك ماشي في الخساره كل شيء في الخساره فهمت. ماذا بي انه معناها يمشي يشوف حاجه اخرى خير من الفلاح. انا في الاصل جو سوي انسيون شيرشور في لونيفرسيتي سور الالكترونيك. عملت 8 سنين معناها دونسينيومون اي بشويه حسيت روحي هكا كلي بديت يعني دخلت في المونوتوني وفي الحاجات اللي تتعاود. قلت علاش اونيسي با دو فير اون دوزيام كارير نجربوا حاجه جديده بالك شي معناها نكون بلو ايبانوي فيها. انا ننصح اي انتربرونور يكون فوكس على الاخر مع البروبليم وفوكس على الاخر مع سو كي فون بايي بور لو ريزودر معناها البروبليم هذاك. جيت شفوك البلاصه. 25 سنه عملت تكنيسيا سوبيريور جيني سيفيل وما لقيتش خدمه يا اخي درت الدومين البقر. وكيفاش مع تخبيط البقرات هذه والارض الارضك ولا كذا؟ الارض ما في تاع الوالد كل شيء فهمت بشوي دونك مشيت قريت دور ترجعت الارض درت ورجعت الارض الوالد. المصروف ياسر ولا فهمت البقره ولا ياسر تاكل مصروف والحليب الليتر معناها ياخذوا فيها رخيص فهمت وبعد يبيعوها معناها نقولوا نحن غالي. برشا انواع نتاع كليون عندنا معنا مي الباز سي الفلاح. اول حاجه لا جيستيون نتاع التروبو اي لا جيستيون افيك اون ابليكاسيون اللي معموله من عنده هو خاطر فما لي ابليكاسيون يونا بلان مي سون با ادابتي للفلاح اللي يحكي كان بالعربي ولا حتى بالدارجه ولا فيهم حاجات ما يستحق لهمش. دونك لا جيستيون مبدئيا نتاع التروبو من بعد عندنا الكوليي اللي هو نتبعو به الاكتيفيتي فيزيك واللي هو باش يخلي الفلاح سورتو من ناحيه الغوبرودكسيون ومن ناحيه السونتي يزيد يفهم اكثر البقره نتاعو. بالطبيعه بالنسبه للفلاح تجي نوتيفيكاسيون سامبل نتاع لازم تويكا تمشي تعمل ديناسيميلاسيون مثال راهو فما مشكله نتاع ماكله البقره مش قاعده تاكل كالعاده البقرة مش قاعدة تتحرك العادة باش يزيد يثبت معاها هذا يعني الفالور اكزاكت سي البرو اكتيفيتي نتاع السوليسيون نتاعنا خاطر مهما يكون ما نجمش يقعد معاهم 24 ساعة هو اي سي بور سا يعني عندنا توا يعني برشا فلاحة منخرطين في السوليسيون نتاعنا. وين يوصلوا البقرات؟ من هنا معنا ريت يوصلك القصبات هذاك يوصل غادي واللي يجوا الشيرة هذه توا اون فيت اسكندر انستالي عملنا الانستالاسيون عندنا 10 ايام نقعدوا في فاز نتاع نتبعوا على البورتي نتاع ليكوليي على الكونيكسيون توا لقينا فما دو
معناها دوز انترفال اللي يقصوا فيهم وفيت خاطر يبعد البقر يهزي سرحه. الحل باش نزيدو نوتخ باسخيل اللي هي كيفا كوفغير توت لا زون اللي نجم يدور فيها معناها البقر. بالنسبة للسكندر عنده مشكلة في الكوفرتور دونك الباكرات نتاعو يوصلوا يسرحوا حتى القصبات اللي غاديك هكاك ديكو الزون كوفرتور نتاعنا ماش تخلط. سكون فا فيغ انو باش نبدلو الجيتوي باش نبدلو البلاصة نتاعها باش نجمو نقعدو ديما التراكينغ نتاعنا ديما حاصل معناتها ويكونوا عندنا لي دوني على الباكرات 24/24. نهار في البيرو ونهار في ونهار سير تيران معناتها ما الروتين نتاع البيرو كل يوم كل يوم كل يوم ما عندكش جمله. في زون محلول على الاخر معناتها ما فماش لا حيوط لا حتى شيء توصل حتى 300 متر و 400 متر المحل اساس كون فاتيستي احنا نشوف سي بون مازال يخلط ولا مازال انا خاطر قاعد نكبتي في الواي فاي نتاع الموديل اي اي دونك جاونا بيه تحب نوقف عمك جبل المقابل تحب تكمل بيك نار اخو تاكسي ويجا السيبل نتاعنا هما لي جون كيما هكا كيما اسكندر هكا يفهم في التكنولوجي وكل شيء وفما الكبار زادا اللي مازالوا عندهم مليان بالتكنولوجي يحبوا يستعملوا دي بلاتفورم يعاونوهم في الالفاج وكل شيء يعاوني باش كان فما معناها اضطرابات في البقرة فما نقولوا احنا طالبه معناها الفحل ناقصه عالفه ولا اي حكايه تبدا مريضه تبدا حاجه تجيني في التليفون كل شيء. ما بين 600 ميجا و 1 جيجا par vache par mois. Donc si on se projette à la 10 000 vaches, tu vois, il y a une consommation par mois, il y a entre 6 tera minimum à partir de 6 tera adoptés de données par mois. Donc on a un pouvoir de négociation par rapport aux opérateurs. Surtout, مش أول واحد l'offre الأولانية تجيك تقبلها. كي تمرض البقرة ثم مرض من مرض فهمتني ثم كنقول اضطرابات في الاجترار ثم نقولوا نحن كيف الاجترار عادي ما تكلمش الطبيب انك تعرفها بالتليفون هذيك نقولوا نعرفش باش تولد حاجة تقول انت راهي مريضة راهي حكاية وهي لا عادي فهمت هذيك انها تعاونك حاجة باهية تعطيك نقول نحن قديش الحلبة قديش معناها عندها من مولد قديش برشا حاجات معناها تعطيك حكايات على البقرة اللي انت ما تعرفهاش ما عادش نخسر اكثر ما عادش نكلم الطبيب معناها الطبيب يولي ماشي جاي فهمت هذيك الحاجه الباهيه كل ماشيه وجايه بحساب حط اقل حاجه 50 دينار يجي هكا يشوف بعينيه ويمشي اشري سكسوكس برا المامي فهمت هذاك اي حاجه انت باش تعمل حكايه لازمك تحسب معناها نقولوا نحن تحط قدامك بلانينج معناها نقولوا هذا انت باش تعمل نقولوا 5 بقرات ولا حكايه قديش يتكلفوا عالفه قديش يتكلفوا معناها ما ضو وحكايه تحسب نقولوا كله تنحي كل ما رابيه والما خسير فهمت ايش تلقى معناها انت رابح يا تخلصك يا لا يعني فلاح تو كيما الكام تاع اسكندر يعني كان هو ما عندوش 10 بقرات مي في الغالب 10 اللي عنده 10 بقرات يعني في النات بالحليب برك فما زوز ملايين بالمرتاح بخلاف يعني انه بقره اللي سوسيبتيبل كل مره في العام تجيب له عجل زوز في الشهر في النات صافي معناها اما شنو ولا هو وخدمه يعني كان يزيد يكبر وكل ما ربيح تزيد
ابليكاسيون باهي برشا معناها تنبهنا لبرش حاجات دونك اول بقره تبدا معناها اون بيريود معناها تبدا طالبه معناها باش تتلقح فهمتني فيق بيها معناها في الوقت فهمتني تبدا معناها كيما نقولوا ما تشترش بالباهي معناها نعرف بوتيتر عندها ان بروبليم تاع ديجستيف ولا حاجه فهمتني ولا فيق بيها ترافير الابليكاسيون هذه. الكولي شنو هو مناش متكون كي نقول احنا عندنا دو بارتي نتاع الكولي اي البارتي هذه البسكراتش هكايا باش يدور على البقره كامله هكايا باش نسكروا عليها والبارتي هذه اللي حطيناها وحدها اللي فيها البوشيت نتاع الكابتور ولهنا عندنا البوشيت نتاع الكود لوكال اللي هي زاد نخدموا بها باش تسكر على السكراتش باش ما يتحلش هكايا فوالا لهنا الكابتور نحطوه في عنده اون اورينتاسيون بيان ديتيرميني لازم يتحط فيها لي دو فيس الفوق وهكا وفي في الكود لوكال عملنا دي فليش اللي تبين للفلاح ولا اللي باش يركب وين لازم يكون الرسم تاع البقره فانا اتجاه تغسل دونك الاتجاه تاع البقره معناتها البقره راسها من هنا هكا شو نركبوها هكا حطها هكا كان الفلاش من هنا دونك هكا واضح بس على الدكتور ما نكتوهاش برشا باش ما تخنقهاش وباش احنا زاد لي دوني نتاعنا يكونوا حسب الموديل اللي عندنا فوالا هذا بعد ما ركبنا لي كولي الكل في الباكرات ندخلوا على البلاتفورم باش نشوفوا لي تات كونيكسيون تاعهم وكل شيء ونعملوا سويفي والايفالياسيون تاع تاع لي كابتور اول حاجه صارت هي لي زاليرت هما شنو اليوم انت شنو عندك لازمك تعمل ولا دون 48 اور لي زاليرت يتمثلوا في الانسيميناسيون ارتيفيسيال اسكو عندك باغرات لازم تعمل لهم الانسيميناسيون ارتيفيسيال نتاعهم اسكو عندك باغرات باش يولدوا بيانتو اسكو عندك باغرات عندهم مشكله في الروميناسيون عندهم مشكله في النوم نتاعهم عندهم مشكله في الوقت نتاع الماكله نتاعهم مومي تعاون جميع المتداخلين في شين دو فالور ليتير ولا ليكوسيستيم ليتير بصفه عامه اول حاجه الفلاح مشاكل الروبرودكسيون يعني التكاثر مشاكل الامراض اللي نفيقوا بها مخر دونك احنا نعاونوه باش يفوتهم ويفيق بهم على بكري بالنسبه للمتداخلين كل واحد معناها ان نعاونوه على المشاكل اللي عنده هو بصفه خاصه مثال اللي يبيعوا في الزاديتيف اليمونتير للفلاحه يستعملوا السوليوشن نتاعنا باش يزيدوا يبينوا للكليوناتهم هما كيفاش انه الاديتيف نتاعهم قاعد بالحق يعاون على الانتاج نتاع الحليب في الكميه وفي الكاليتي مثال اخر فما برشا معناها من المتعاملين مع الفلاحه عندهم اكل لي كونسيي تيغا لي كونسيي تيغا احنا نعاونوهم باش ينظموا خدمتهم يكون عندهم ان بورتفوي نتاع فلاحه ينصحوهم عن بعد عن طريق الكوليي وهكاكا يربحوا برشا وقت ما بين في الديبلاسمون ويوجهوا الجهد نتاعهم وين لازم يتوجه مع الفلاح اللي بالحق عنده مشكله واللي توا يستحق المعاونه مش مع الناس الكل ويبدا معناها الجهد نتاعهم ضايع. بون باش احنا توا وصلنا للفيرسيون اللي عندنا اللي هي برودكسيون نتاع الكوليي ونتاع البلاتفورم جربنا يمكن 8-9 فيرسيونات نتاع الكوليي. من الاول انا نتفكر في 2018 لوتونومي مثلا تاع الكولي سيتي 5 سوايع عملنا هكا شويه بريكولاج رديناها جمعه من بعد 3 اشهر تويكا يعني وصلنا اون فيرسيون دو كولي لي لوتونومي تاع الباتري اللي هي عام ولا بريسيزيون اللي انكور بلو غراند من لي فيرسيون اللي عندنا واخف واصغر
دونك جربنا 8 مرات هذه في الالكترونيك يا يوزيد في السنتور في حد ذاتها معناها حتى مع لي بارتنير تاعو نتاعنا لي فورنيسور تونيزيان يعني جربنا كنا اون ديزين دو فيرسيون معناها نتاع كوليي خشن في السنتور صغر كيفاش تتسكر كيفاش تتحل اي لهنا هو صحيح بوتيت خا سيغتان مومون يتعب مي انا ننصح زاد لي زونتربرونور سورتو لي جدد il faut persévérer ou تعاود وتجرب وترجع ou il faut avoir de la patience ou il faut persévérer خاطر سا فينيرا بار بيي معناها مهما يكون قد ما تجرب يجي نهار و سا فينير بار بيي تو حاليا في تونس يعني عندنا نسبة 2.7% من البذور التونسية والباقي بذور أجنبية اللي هما يعني بذور مهجنة. عندنا لا بروف اللي يخدموا بالزريعة القديمة، الزريعة المحلية ناجحين 100%. يا أخي جدودنا كيفاش كانوا زادة في الصينية؟ ما كانوا يقشروا ويرميوا في الصينية، نفس الشيء، قشر ويرمي في الصينية. هذا كل شيء بيو. ماذا بينا احنا الحلمة نتاعنا اللي الفلاحة يرجعوا للطريقة القديمة للفلاحة المستدامة. بديت ما عندي حتى شيء، عندي ان سامبل اورديناتور، مي سكو جي مي سور لا تابل سي بليزيور زاني دو ما في، سيل دو ايمن يوسف اللي بداوا معايا، برشا سنوات من حياتنا، سي سا نوتر انفستيسمون، دونك احنا حطينا برشا فلوس اللي هو عمرنا قبل ما نمشيو نلوجو انفستيسور.